حلو حلو صح؟ شخصية جوجو من جد. شوفوا الرغوة. اوكي وصلنا الاندلس. صراحة الاندلس افضل مول. اذا عندكم زواج تعالوا قضوا من هنا. الكعب الاشياء. انا اخذت كعبي والفستان من هنا. بس الكعب نسيت اصور لكم والله معلش. احس اني بطيح يمه. رحلة البحث على فساتين تناسب الزواج. صراحة ما لقيت ولا محل كذا يعني نفس الفساتين اللي في بالي. بس انه في بوتيك يعني احسه هيكون حلو. بس بنروح نشوف الحين. نو يلا هناك بعيد. يلا خلينا نشوف. هذا مرة حلو. حلو صح؟ حلو مرة ناعم مرة كيوت. حتى هذا حس مع شعر ويفي. واو ماش ما عجبني شيء. المحل اللي بعده شوفوا لقينا كذا محل بيع منكرات بخمس ريال. واو حتى الوانها حلوة مرة. شوفوا كيف درجات السماوي مرة. البرتقالي مرة حلو للتان. حتى هنا حق بلوفر صح اسمه بلوفر؟ مرة واو. شوفوا لقيت مثبت مكياج. كنا ندور مثبت مكياج فكلهم جلسوا يرشحوا حق محمود سعيد. فهذا حقه صح؟ أما أحس حق محمود سعيد. هذا حق ألف. في اللي مثبت حق محمود سعيد؟ أيوه هذا هو. قلت لك نفس الشكل. أيوه نفس الشكل. خلاص ناخذ واحد يثبت كويس؟ كيف يعني؟ يعني عشرة فرش. فرش برضو مرة حلوة يعني جودتها كويسة. وتخيلوا عليها عرض 9 ريال. وريهم اخذنا هذه مرة واو. اخذنا فلامينجو برضو. جايز اللي جربوا حق اسنس الفونديشن هذا ايش رايكم فيه؟ قولونا تجربكم في الكومنت. اتوقع ماما عندها منه بس ما قد جربت صراحة. احسه حلو كذا. احسه زي الزيت يعني كذا من كيف مو ثقيل. الله مرحلة ندور الكعب. شوفوا قدام انا هنا هاي ندور. ابغى كعب كذا يكون ناعم ما ابغى يكون مرة كذا كبير. وهذا المحل هذا مرة حلو. شوف كيف الكعب حقته حلوة. بس خلينا ندور كذا كعب كيوت كذا. كعب كيوت مو مرة حرمة. لا كعب كيوت. شوف ما شاء الله في ناس يقدروا يمشوا بالكعب هذا. شوف كيف طويل مرة. شوف كيف طويلة. في واحد فوق شفته مرة كبير مرة 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 كبير. تو ماتش. شوف الشنط. واو والله مرة في الحقيقة شوخي. شوف هذه. واو ابغى اجرب كعب بس مستحية. قاعدة اصور واحدة عرفتني. يا خراشي يا خراشي يا ريبو. بنات مرة استحي مرة استحي مرة. بس اني انبسط يوم اشوفكم مرة. هنا بيت جدي عشان نسوي الدبش مع عمتي. نسوي الأغراض كذا نحطها في صندوق ونضبط أشياء. وصلنا شوفوا البجايم. شوفوا لبسنا البجايم. بركات بركات. وهنا بنحط البد سبراي وهنا بنحط القزاز. هذه أحطها هنا كمان. بس الحين بنرتب الميك اب. يلا طلع كل شيء. الشيء ترى مو راضي تخلص. كل ما يخلص شيء طلع لنا شيء جديد. لا تلوم فوق عشان اجيب شيء. عمتي قالت لي عليه ونسيت ايش كانت تبغى. رفوني. طلعت تبغى شطرطون. Do you see my hair؟ تقول انه في شطرطون على التسريح بس ما في شيء. Where is it؟ لو نزلت تحت تهاوشني قدامه. خلاص بروح اقول اخر مره. شوفوا ما في والله ما في شطرطون ولا شيء. فوني. ما في ما في ما في. بريك 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 بالهدوك. طب بالهدوك هدوك 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 بالهدوك. بنات ربي اني زي الاطفال. تخيلوا هم قاعدين ياكلوا ويشتغلوا في نفس الوقت عشان يخلصوا بسرعه. انا رحت اجلس واشرب شاي وبروقنا راح اساعدهم. كاني الطفله اللي البذره اللي جابوها معاهم. البذره اللي جابوها معاهم جماعه الكبار. ايش؟ لا الجواب. هذا احترت اشرب هذا فروت بيزر مان فروت
ولا هذا ولا شاهي سي حق قرب قرب مشينا. نسوي بارتي نقوم يلا ندم بس اذهب شو القدر هذا هذا ما يدخل فيه واحد حتى شو القدر اكبر ما يكفي كفي كسري ما يكفي كفي يا حيوان كسري اقول لك الفرحه اللي انا حاسه انا ابدي سكري فمك بليز انزل لي الحين اجيب لكم صويا خلاص في دبس رمان الله يخليك لا والله طعم والله هذا كذا لازم يطفي نورمال نورمال خلاص الفالنتاين حياتي ايش جوال عمتي بس لازم نخربها جوالي يا معفنين يا معفنين شوفوا شوفوا اللي بتتزوج بكره سوت لنا ديزاين سيب يدني يدني بدي طيح التبسي يعني مره حليب طب الليمونه بالنص هذا شو جابوا هذا نزلت نعصف عيوني اشرب الدايره يلا ميكس 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 تم القب تم القب ايش هذا ايش يا بنات الحين ناكل هنا 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 ها طب يلا اعطيني ملعقه اكل بيدي يعني طبيعي بتدل اعطيني ملعقه بتدل ما تكب زي الناس يلا ندوق مع بعض يلا واحد اثنين ثلاثة ونقرد ايش فعلنا يلا واحد اثنين ثلاثة والله بالليمون حرام هو قيد حار لما نستنى فاطمة حار حار مرة فين دم على الشاشة فين دم انطلت على الشاشة بس والله طعم مرة كذا يعني اكسترا ليمون اللي فيه والله حال كلنا قاعدين نشرك الحين انا ورازه قاعدين ايش نسوي نختار ما يكفي نشوف افكار تقريبا الشعر انا طلعت هذا اسمه مره احس انه حلو شوف ايش رايكم هذا ولا اللي قبل يا صح ما راح اجاوب هذه نفس نان عدساتي فبدور ميك اب يناسبه يلا شويه الحين وقت التحلية تحلية التحلية هذه حلوة في جدة مين التحلية جيتها مرة بعدها القلب محروق أنا أبا هذا يلا صبولي من الكيف وأعطوني من الدلة دلة صبولي من الدلة والدنيا كيف أسمع الريحة والله ريحة نعناع قوية شوف الرغوة اسكتي يا ناس احنا سهرانين الان انزلي تحت شو لاين كب لازم قليل صار روزه نص نكب في التب خلص يا بنات خلص حرام حرام خلص بلا خلص بلا بس انا خلص بلا حرام يلا بس شويه صبيني واي صب بقوه 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 اي بس خلاص طب انا صار قليل خلاص على قدك طيب والله اللي تبى النعناع واو جدة خلاص خلاص بروح ازود عليها عمتي مره سايكو بتورينا مقاطع غريبه سايكو شو لا مرة انت قفل الغال خضة من سكن عين شوفوا كيف لا اوفر تو ماتش صراحة طاقة سلبية هما كذا اللي يدخلون يلا راح نذوق الشاي بسم الله جايز تبي دبي قمت من النوم الساعة 2 بس ماما قامت عشان نروح الصالون عشان نسوي شعرنا وكذا بس الميك اب للآن ترى ماني عارفة انا حسوي في الصالون ولا في البيت مرة ترى مرة ضايعة انا بعد ما لبست كل شيء ماما قالت انه خلاص بسوي في البيت بدينا هير ستايل وكل شيء هي فوق اصلا هير ستايل بس انها بتخلص عماتي وكذا بعدين انا اطلع اسوي شعري والميك اب انا احسب نفسي خلاص لانه احس ما حد يعرف وجهي من جد ما تبغى تدخل سريع يبغى مناكير فرنسي انا ما اعرف صراحه كيف اطلع لهم هو بس يبغى درجات حقت المناكير فرنسي يعني زي البيبي بينك تحسوا هذا يناسب حق تشندم والله مره حلو ترى
تخيل شريته كالعرض ب10 ريال، ترى مرة أحب أنا ألحق العروض. من جد شايف سعره مرة حلو. وش كمان؟ هذا ولا لون أبيض؟ هذا ولا لون أبيض؟ أكل وجا بسرعة بجيب الفلوس. يابا يابا وينك 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 من زمان. الحجاب السريع. شوف راسي كيف كبير يا لا. الرجال برا. ما خلاص دحين سوا عم تسوي الميك اب. صراحة من جد أنا ندمت إني ما حجزت معاه، ندمت مرة. ميك اب بناتي جنن. نص تجهيزات الزواج والحوس اللي قاعد تصير، قاعدة منتج لكم فيديو الفلوق حق الاختبارات اللي حنزل قبل هذا. شفت كيف؟ والله العظيم ما أنا أحسن يوتيوبر والله. ويلكم يتفرج واحد غيري، ويلكم. راح عن بالي مرة، نسيت أغسل نسيت أحط محلول في العدسات وأغسل بيت بلندر بسرعة بغسله. الحمد لله إنه عندي المحلول حق لينسمي، لأن حق المحلول ذاك خلص، اكتشفته ترى قبل يومين. طبعا جايز قاعدة أسس وجهي، شوف الفايب. المفروض احنا المفروض نخرج من البيت الساعة 10 حلو، فأنا الحين الساعة 7 وجهزت الساعة 6:30. خلاص أنا مرة خفت، قلت خلاص أنا بخلص 11 بالكثير، وهذا تخلص الساعة كم الحين؟ الساعة 7، الساعة 7 بالضبط، وأنا خلاص باقي لي بس الآي شادو وكذا وكم شيء وأخلص، يعني 8 بالكثير وأنا مخلصة. حرفيا ما أدري هل هذه موهبة؟ بس يلا. بس جايز صراحة أنا حبيت أسوي ميك اب هذه المرة بنفسي، لأن أنا ما حد يعرف لي، والله ما حد يعرف لي وجهي، ما أحس إنه في وحدة أروح عند كفيرة أو أروح الميك اب ارتست تطلعني جوجو. يعني نفس الملامح تغير اشياء بسيطة بس تبرزها وتطلعني جوجو، لا ما حد يعرف، احس بس انا اللي اعرف. تك ولا مثلك او خلي يخدمها تموت روحي من تمو يا من. الشيء الغريب انه ترى يعتبر شوية مرتب، يعني مو يعتبر مرة مكركب، يعني شوفوا كل ما اخلص شيء قاعد ارجع مكانه، هنا الكركبة قاعد تصير. طبعا جايز هذا هو فستاني، شوفوا كيف هو كذا من جوا ضيق كذا ماسك عرجول، ومن جهة الوسط خلاص يكون كذا مفتوح. بس بنات مرة كشوخ، الحين بلبس وشوف حسني متحمسة لشكلي مرة مع الميك اب وكذا. شوف فكيت هذا من شعري خلاص، يعني خلاص بخليه ويفي، بخليه يسيح لأنه الويفي مرة ماسك. أكيد تعرف هذا صح؟ بس أخاف يسيح. لا تري فكيته في القاعة. بنات شوفوا ركبت أظافر صراحة مرة حلو بنات من شيء إن ترى راح مني قادرة أتحجب كويس من التسريحة، بس هذا الفاينل لوك راح حلو ونظيف. فصراحة هذه خطوة جدا حلوة أنا سويتها في البيت، لأن لو سويت برا ما راح يعجبني متأكدة. عالسيارة كرم مرة، حول لا قوة إلا بالله. تقفل على فستاني البرنسس. خلاص رايحين القاعة الحين، كلنا جهزنا السيارة. عمة روز سواق. الله الحين نبدأ رد. جاي شوفوا كيف الكيكة مطعونة، تخيلوا جتني كذا. فوزة تحداك تنطي بسرعة بسرعة، تحداك تنطي حسك نطيتي من جد. ماضي ارجع واحسس هالماضي. شيك لي على الطقم، فستان مع شرقي. شوفوا اخذت شبشب ولد عمي عشان الكعب صراحه مره يعني عور رجولي مره. ويل ويلي، شوفوا كيف الحوسه. توي ما خلص كلام وانا اقول اني ما كركبت.
خلاص ابغى امسح الميك اب وبحط كريمه ابغى ارجع الطبيعيه. شوف هذه المره صراحه حسيني فرحانه شوي لان انا رحت الزواج بجوجو بشخصيه جوجو من جد، لان لو رحت حطيت مكياج في الكفيره حرفيا حروح احس نفسي، بس لما رحت هذه المره كذا بنفس الشخصيه بهذا كذا يا لا لا جايز خلاص انهيار. ابغى امسح الميك اب، امسح ميك اب حقتك فوق ال وبس. جايز كذا خلصنا فلوق اليوم، حبيت اعيشكم اجواء بسيطه من رحلتنا وتجهيزاتنا وكل شيء لزواج عمتي عشان تكونوا جزء، عشان انا دائما اعتبركم جزء مني، فحبيت اشارككم هذا المناسبه المهمه. احس كان زواجي بس اوكي. وان شاء الله يا رب انكم استمتعتوا معي بهذا الفلوق، وتمنوا لنا واتمنوا لعمتي افضل الامنيات وادعوا لها، ويلا مع السلامه، مره احبكم.